بدلت الرجاسير بدلت لا لا العملية اللي صارت أول مرة كيف صارت؟ طلعت السخانة لا لا وحدها 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 تمشي أنت تمشي كياس سكر أربع شرطات ايه؟ تعمل ستة بلان وبعدها تطيح ما تبقاش وبعدها تطيح ايه ما تبقاش البطالية ريمات ولا تعمل فيها وتو السخانة وين؟ تو ولا تطيح تو 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 السخانة وين؟ طايحة جيتكم مسكرة لهنا إن شاء الله تطيح خدمتنا سنة عادية فهم شيء عندك الكونتور يكذب عندك الكونتور يكذب يا أما فما حاجة من هنا من جهة الماس يا أما الكونتور نفسه صار نعم قلت له هاي سخنة عادية سخنة عادية عادية جدا ايش حليت أنا شوفت دو سخنة عادية فهم شيء فهم شيء من فهم شيء يعني يصير اللي هو فما حاجة في السخنة في الموتور في الماء فهم شيء الديت عادي هو منحي خاطر الموتور منحي البوشون منحي والكهرباء يخدم نورمال الموتور والماء والماء يجوز نورمال ما في شيء معناتها ماهيش بتاع اربع شلطات تو هذه ريتها هنا هذه بتاع شلطين يمكن كم طالب بتاع اربع بالنسبه للتون شو نزيد نثبت انا من داخل نشوف ايش فما شلطين كان طبعا مختار باش نقول لك فيها فازه المره فاتت ساعه يقص كله نعم درجة أي هذا سيكوند أي هذا كونتر نجم يعملها سيكوند أي هذا كونتر نجم يعملها هذا كبدأ أما الفيشات متاعه من تالي تحرك ولا في مسخ ولا فما ماس ما بين الموتور والكاروسة خليها توسع وقتاش تخدم المروحة مروحة نرمو أربع شلطات هذه سخانتها العادية أي وقتاش تخدم المروحة بس تخدم بي كي تخدم المروحة ما يتحرك شيء من هنا ما تحس شيء يتبدل عليك هنا كل عادي بي هذيك بريمير اه طبعا هيك هيك بريمير عاديه هيك هيك ما تخاف كانت تعمل ديزيان هيك عاديه هيك هيك تسمى عاديه خلي ما نحلوش البوشون كان كنت تسكت هي نسكت هي نحلو البوشون نثبتو اذا كان كهرباء سخونه ولا نحلو بشوي بشوي ونحطو من بعد وجوهنا ونحطو يدينا هيك على هذا ها هاي ها هذا يعني يصل وصلت خد من روحها ما فهم شيء شي كيف عندك التابلو مره يطلع مره يهبط هذاك من هو او من او ماس هاي ما هو خيط الماس كان بتعمل خيط الماس وما تثبتش فيها من الجنب هذا مش يعملها لك هو بركه هو يعملها لك مرات مش ديما مش ديما اي كان لك تو خيط الماس مش في شيء تو فهمتني تولي اي وهنا هنا ديك الناحيه هذه المروحه تخدم لازم ترجعها المروحه تسكت هنا لا عاد هذيك هي هذيك هي معناتها هذيك الخدمه نتاعها اما الحاجه الثانيه اللي هي كي تنحاها تحس روحها كانها سخنت وكي ترجع لها منوع عادي اللي هو ما على برا وتولي تقرا كانها على برا هيك انا سكت لكن الانطي مش زين شو التقره والتقره في الماء في الموتور بارد طب تقره في الموتور بارد خطر انه منوع على برا معناتها تخدم الامور نتاع المروحه والماس واللي كنت تخدم معناتها كان عندك اشكاليه عندك اشكاليه في الكونتور.